درجة إعلامية للممثلة مونيا على قناة النهار المعروفة باسم النعناعة أطلقت العنان لتصريحاتها وقالت أنه لابد من استقطاب وجوه ذات جمال مبهر وملفت لنجاح الإنتاج والعمل، لأن المشاهد يبحث عن الممثلين المتميزين بجمالهم سواء كان رجل أو امرأة. قول لي دوك هذيك لا موين داج باسكو لا موين اون اون سيرتين موين داج دوك لا موين داج دو 16 ا 30 ans va dire وعلاش ال va aller regarder ماشي شابين خلصت عليكم بعد نهاية حصة زابينغ رمضان على قناة النهار دخلت الممثلة مونيا مع احد الممثلين في نقاش حاد حول ضرورة استخدام الممثلين ذو الجمال والوجوه الملفتة للفن الجزائري. مانيش نقول لك راجلي ما يلقاش الحوايج بوعي، مانيش نخرج هذه الكونسيديراسيون، انا نقول لك ليك انت راك تقول لي ما عندهمش لا فيريليتي، انا نقول لك قول لي اعطيني ان كوميديان اللي عنده لا فيريليتي. ليك انت شكون؟ هنا في الجزائر. على ليترونجي على ما نعرفش. كاين بزاف انت مقبله واش قلتي لي؟ قلتي لي طون كروز. طون كروز يلبس فيزو. عايش معاه انت؟ انت عايش معاه انت صاحبه وليد فاميلته. انا نهضر انا مانكا مانكا. وين عباد الشيخ؟ سمحي لي مانكا مريوه. في الزنقه ربي يسهل عليك. بصح وين على بالك بلي مريوه؟ وين على بالك مريوه؟ بالك طحلو فاصا فاص يقرب الدار. شويه كوميديان. تعرفهم؟ وين تعرفهم؟ تعرفهم في حياتهم؟ تعرفهم بلي هما مريوه؟ اسمعي. فاش على بالك؟ تعرفهم في حياتهم؟ بيرسونال لا. صافا؟ حياته بيرسونال. وي. معليش. بيرسونال. بالك تقول مال في وانا مالا نقول لك حاجه. هو يقول لك سمين حيروح له شعره. شكون؟ شكون هذا؟ هما. انا تفرقص انا. ايه واش انا نقول لك؟ بالك هما تفرقص. صح راجل. صح راجل. هو راجل. انا قابل انا قابل انا عطاني فيروس مونيا وبليزير شايف كيف كاميرا مسيح دي ولا تكره.